السلام عليكم. انا هو العريس اليوم. تنشكر كاع اللي وقف معنا في هذا العرس هذا واللي يد الخير، وكان عرس رائع يعني ما تتصورش. ما كانش يعني انسان عادي على قد الحال اذا شي عرس بحال هذا. تنشكر كاع اللي وقف معنا، النقافه والجمعيه وكاع الناس اللي ساهموا واللي وقفوا، كاع الناس اللي ساهموا معنا في هادشي هذا. وتنقول لهم الله يجازيهم بخير على هادشي هذا. تنتمنى كاع اللي ما عندوش يعاونوا بحال هكايا، يديروا له عرس بحال هكا ويكون سعيد ويكون فرحان، حيت النهار الوحيد اللي تكون فرحان فيه الواحد هو العرس ديالو. العروسه تعرفت عليها حيت كنت خارج ما كاع الناس يخرجوا شي ضربوا دوره ولا هادي. تلاقيت معاها في الاول ما بغاش تدو معايا، الثاني بقيت لها صعات دوات معايا، ومن بعد اتفقنا وتفاهمنا لقيت فيها كل شيء. يعني حسيت بيا بانني شي وحشي نشيمه، وتفاهمنا ويعني لقيت فيها بنت ظريفه وتتحشم وما تقولش لا اي حاجه تقول عليها تقول لك واخا. و بزاف الحوايج اللي فيهم زوين، وتنتمنى كاع الناس اللي ما عندهمش يعاونهم بحال هكايا. سلام، انا سميتي اكرام، عندي 18 عام. تلاقيت بهذا السيد، كنت غاده خارجه وتلاقينا صدفه وكتاب نتزوجوا. وكنشكر المايكاب لمياء والحاجه فوزيه والنقافه ريحانه، حيت هما اللي عاونوني بزاف. صافي ضروري حيت اي دريه كتمنى هذا النهار، وفرحانه بزاف. نقول لك نبغيك بزاف والله يخليك ليا. وحسين انا نبغيك بزاف الله يخليك ليا والله يطول لي عمرك.